شعت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من القلب بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كيف ننظر إلى هذه الحياة التي نعيش فيها الإجابة على هذا السؤال مهمة جدا، لأن نوعية النظرة إلى هذه الحياة يتبعها نوعية العمل ونوعية السلوك. هنالك ثلاث نظرات، وكل واحد منا يمكن أن تكون له إحدى هذه النظرات. النظرة الأولى هي النظرة المتشائمة. في هذه النظرة الفرد ينظر إلى الجوانب السلبية من الحياة: الفقر، المرض، الفاقة، الخلافات العائلية والخلافات الاجتماعية. فواحد يركز النظر على هذه الجوانب من الحياة، وإذا نظر إلى الجوانب الإيجابية ينظر إليها بنظرة سلبية. هذه هي النظرة المتشائمة، وكل واحد منا يمكن أحياناً، بالذات في أحيان الشدة، يبتلى بهذه النظرة. أكو هنالك واحد من الشعراء معروف، هذا الشاعر كانت له نظرة متشائمة إلى الحياة، وهذا الشاعر هو الشاعر المعروف أبو العلاء المعري، معروف. هذا كاتبين في أحواله أنه أوصى أن يكتب على شاهد قبره
احنا ما زال نريد ان يكتب على شاهد قبرنا. لاحظوا حتى بعد الموت، لاحظوا هذه النظرة. نصير الدين الطوسي رحمة الله عليه أوصى أن يدفن عند الإمام صلوات الله عليه، ويكتب على شاهد قبره: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. يعني أنا مدافع عن هؤلاء، محامي عن هؤلاء. هذا الشاعر أوصى أن يكتب على قبره هذا البيت: هذا جناه أبي علي. أبوي هو الذي ورطني. من الذي جاء بي إلى هذه الحياة؟ أبي. من الذي أوقعني في هذه المشاكل؟ أبي. هذا جناه أبي علي، وما جنيت على أحد، لأنه أبو العلاء ما تزوج إلى أن مات. أبو العلاء يعتبر أن هذه الحياة جناية، إعطاء الحياة لشخص هذه جناية. هذه نظرة متشائمة. النظرة الثانية، طبعا هذه النظرة خطيرة جدا، لأنها تؤدي إلى الشعور باليأس والإحباط. الآن أكو مرض منتشر في الدنيا، مرض الكآبة. سابقا هذا المرض ما كان، أو كان في حدود قليلة. الناس عندما كنت تراهم كانوا منطلقين، منشرحين، قلوبهم عامرة، حيوية عندهم، نشاط عندهم. أما الآن إحدى الأمراض المهمة في الدنيا مرض الكآبة، القلوب ميتة، الوجوه مكفهرة. ليش؟ لهذه النظرة المتشائمة. وأحيانا تجدون أن هذه النظرة تؤدي بالفرد إلى الانتحار، بعد يفقد أمل بالحياة نهائيا. يقول أفضل شيء أن أرتاح، يروح ينتحر. طبعا الحمد لله عندنا إحنا المؤمنين قليل هذا الشيء، أو ماكو. شايفين واحد مؤمن ينتحر؟ أنا ما شايف. أما في بلاد الغرب الانتحار حدث عنه ولا حرج. الشاب ينتحر، الشيوخ ينتحرون، الطاعنون في العمر ينتحرون. هذا من آثار هذه النظرة المتشائمة إلى الحياة. النوع الثاني، النظرة اللاهية. حياة لهو، إنما الحياة الدنيا لهو ولعب. بعض الشباب عندهم هذه النظرة: فما خلقت ليشغلني أكل الطيبات. يعتبرون أن الحياة أكل وشرب ونوم ولعب كرة قدم ومباريات، هذه الحياة. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول كلمة في ثالث القوم: أنا ما أظن أكو كلمة ممضة في الذم أشد من هذه الكلمة. يقول حوله:
أن ذلك الرجل بين نثيله ومعتلفه. أكو ذم أكثر من هذا الذم؟ الحياة أكلون شربون نومون وانتهت الحياة. هاي النظرة اللي بعض الشباب عندهم هاي النظرة خطيرة أيضا. ليش؟ لأنها تنعكس على واقع الحياة تخلفا وتأخرا، وعلى واقع النفس شعورا بالضعة والتفاهة. هذا الشاب اللي كل فكر الملاهي الله اللعب، هذا يشعر بالضعة، يشعر بأنه وضيع، ما إلى دور في الحياة، ما إلى أثر في الحياة. الشاب يجب أن يكون له أثر في الحياة، أثر وجودي. عندما يقضي عمره بالله واللعب والأفلام الهابطة يلتذ لذة آنية، ولكن بعد ذلك يعقبه شعور بالتفاهة، يشعر أنه تافه. وما إلى أثر. هذه هي النظرة الثانية. النظرة الأولى هي النظرة المتشائمة. النظرة الثانية هي النظرة اللاهية. النظرة الثالثة هي التي يشير إليها سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة. نهج البلاغة إحدى الكتب المظلومة. كثير منا ظلم نهج البلاغة. نهج البلاغة نهج الحياة، نهج التقدم. واحد من الغربيين الكبار كان قايل أن المسلمين إذا عملوا بنهج البلاغة لأصبحوا سادة العالم. إحنا الآن سادة العالم؟ لو إحنا في آخر القافلة، نحن الذين نقرر أو الكفار هم الذين يقررون؟ القرار بيد من؟ كان قايل هذا، إذا المسلمين كانوا يعملون بنهج البلاغة لأصبحوا سادة العالم. إحنا يجب أن نهتم أكثر بنهج البلاغة. نعود إلى نهج البلاغة. شبابنا يجب أن يحفظوا نهج البلاغة. نهج البلاغة نور، كما أن القرآن الكريم نور. القرآن يجب أن يحفظ، نهج البلاغة يجب أن يحفظ. على كل حال، أمير المؤمنين صلوات الله عليه في نهج البلاغة يشير إلى هذه النظرة الثالثة، وهي النظرة الهادفة إلى الحياة. في الحكم باب المختار من حكمه، الحكمة رقم 131، سمع أمير المؤمنين صلوات الله عليه رجلا يذم الدنيا. هاي النظرة الأولى المتشائمة، بمشكلاتها، بضعفها، بشيخوختها، بفقرها. هاي ظاهرة عامة، ظاهرة ذم الدنيا، تجدونها عند الشعراء، عند الأدباء، عند الكتاب، عند الشيوخ، بعض الشيوخ طبعا، عندما يطعنون في العمر وتتراكم عليهم الآفات، الذين يخسرون في صفقة تجارية،
يضم الدنيا. الإمام صلوات الله عليه قال له: أيها الذام للدنيا. الخطبة طويلة، الكلمة طويلة، أنا أقتصر منها على مقاطع. لاحظوا أمير المؤمنين صلوات الله عليه كيف يصف الدنيا: إن الدنيا دار صدق لمن صدقها، وفي بعض النسخ لمن صدقها. الدنيا تحكي ويانا، الدنيا تكشف لنا عن حقيقتها، هل نصدقها أم لا؟ هي الدنيا تقول بملء فيها: حذار حذار من بطشي وفتكي. هذه هي الدنيا تحذر تنذر، هل نصدقها أم لا؟ إن الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار عافية لمن فهم عنها. فهم عنها يعني الدنيا تفهمنا واقعها حقيقتها. دار عافية، إذا واحد فهم الدنيا كما أفهمته الدنيا فهل هي دار بلاء أو دار عافية؟ أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: ودار عافية لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها. في هذه الدنيا نؤمن آخرتنا، نعمر آخرتنا، كل ذكر نقوله لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، كل واحد منها شجرة في الجنة. تعمرون تغنون أنفسكم، ودار غنى لمن تزود منها، ودار موعظة لمن اتعظ بها. كل شيء في هذه الدنيا يعظنا، كل شيء، الفقر يعظ، الغنى يعظ، المرض يعظنا، العافية تعظنا، كل شيء في هذه الدنيا يعظنا. ودار موعظة لمن اتعظ بها. ما أحلى هذه الكلمة، مسجد أحباء الله. هذه الدنيا محل سجود للذين يرتبطون بالله، يحبون الله. أكو تعريف أحلى من هذا التعريف؟ مسجد أحباء الله. إذا سألوكم ما هو تعريف الدنيا، هذه أفضل كلمة، مسجد أحباء الله، ومصلى ملائكة الله. الملائكة يصلون في هذه الدنيا، كم ألف عام يصلون، لعله الركعة الواحدة أو الركعتان من الملائكة تطول ألوف الأعوام. مصلى ملائكة الله، ومهبط وحي الله، وحي الله لأنبيائه، وين محله؟ هذه الدنيا. ومتجر أولياء الله، محل التجارة، أولياء الله يتاجرون في هذه الدنيا، اكتسبوا فيها الرحمة وربحوا فيها الجنة. هذه من أجمل التعريفات لهذه الدنيا. فمن ذا يضمها؟ من يضم الدنيا؟ الدنيا لم تخدعنا، الدنيا تبين واقعها،
فمن ذا يذمها وقد آذنت ببينها ونادت بفراقها. الدنيا تنادي أنا مرحلة موقتة. الدنيا ما تخدع، الدنيا صريحة واضحة تكشف واقعها. يقولون واحد في يوم من الأيام جاءه ملك الموت، إحنا في يوم من الأيام يجينا في خلوة في جلوة، مرة في البيت وحدك، فد مرة شوف ملك الموت أمامه، جاءه ملك الموت قال لماذا جئت؟ قال جئتك قابضا. قال لماذا لم تنذرني من قبل؟ قال ليش؟ أنا عشرات المرات أنذرتك حذرتك. قال وين؟ لعل مضمون الرواية هكذا. قال لم يمت فلان من أقربائك، هذا الإنذار الأول. ما مات فلان من أحبائك، هذا الإنذار الثاني. هذا الشاب اللي كان في عنفوان شبابه دخل في المستشفى ليلا وفي البكور جاء نعيه. ماكو الدنيا ما بيها شيخ شاب رجل امرأة. هذا الانذار الاول، هذا الانذار الثاني، هذا الانذار الثالث، هاي كلها انذارات إلنا. احنا لنظن ان الموت حق ولكن للجيران، يوم من الأيام مننتهي. حتى أحفادنا اسمنا ما يتذكروا. الآن تتذكرون أنتوا اسم جدكم العاشر؟ من هو جدكم العاشر؟ تتذكرون؟ لا، حتى اسمه ما يبقى، ينتهي، إحنا مننتهي. الشعرة البيضاء الأولى في لحيتك، هذا الإنذار الأول. الشعرة البيضاء الثانية، هذا الإنذار الثاني. هاي الإنذارات دا تتوالى، هاي علامة الرحيل. كل شعرة بيضاء علامة الرحيل. هاي العلامات دا تتكاثف. الدنيا تصدق، تقول أنا مو دار بقاء، أنا وسيلة للآخرة، أنا مرحلة موقتة. فمن ذا يذمها وقد آذنت ببينها، يعني بفراقها. ونادت، نداء يعني صراخ، مو تتكلم بصوت خافت، تصرخ. ونادت بفراقها ونعت نفسها وأهلها، تقول لا أنا باقي ولا أنتم باقون. نعي، ما تقرون بالصحف نعي؟ الدنيا تنعى نفسها وتنعانا جميعا. هاي جملة لطيفة. فمثلت لهم ببلائها البلاء وشوقتهم بسرورها إلى السرور. ما أجملها من كلمة. الدنيا فيها بلاء، هذا البلاء الدنيوي يمثل لك البلاء الأخروي. عندما تأخذون الشخاطة عود الكبريت تشعلون، أحيانا واحد يغفل وإذا بأطراف هذه النار تأخذ شوية من إيده، إلى مدة إيده توجع. هذا اللي ما يتحمل نار أطراف عود الكبريت يتحمل نار جهنم. نار جهنم مو مكان كبير. أكو في الأحاديث، في بعض الأحاديث، إن منزل الأفراد في جهنم مثل البسمار في الحائط. هالشكل، شلون البسمار يروح في الحائط؟ أصلا مجال للحركة ما إله. منزل الأفراد في جهنم هكذا، نعوذ بالله. فمثلت لهم ببلائها البلاء، يعني البلاء الأخروي.
وشوقتهم بسرورها إلى السرور. لذات أكو في هذه الحياة تلتذ، ولكن في نفس الوقت اعلم إن هنالك لذة عظمى لا تقاس بها هذه اللذة. كنا في الطريق إلى مشهد قبل فترة طويلة، فكانت هنالك مناظر جدا لطيفة في الطريق، أشجار، أنهار، جبال، عيون. فكان ويانا واحد من الخطباء الشيبة شيوخ، فقال كلمة لطيفة، قال هذه سجن المؤمن، لأن الدنيا سجن المؤمن. جنة المؤمن شلونها؟ لذات هذه الدنيا إذا إلها هذا الطعم وهذه النكهة، لذات الجنة كيف تكون؟ هذا فد شبح من تلك اللذات العظمى. مو حيف واحد يفوت ذيك الجنة لشهوة عابرة أو لغضب آني، مو حيف حقيقة. فمثلت لهم ببلائها البلاء، البلاء الحقيقي، وشوقتهم بسرورها إلى السرور. الدنيا ما تكذب، راحت بعافية. بالليل تقعدون وياه تشوفوا في أتم العافية. وابتكرت بفجيعة، أول الصبح يقولون مات. هاي القضية نقلتها لبعض الإخوة قديما، لا بأس أنقلها لكم. كنت في الكويت، بعد صلاة الظهرين جاءني واحد من المؤمنين في الكويت وقال لي أنا ناذر نذر أو شيء في ذمتي، مبلغ متواضع كان أيضا، قال أنا أريد أن أعطيك هذا لتصرفه في موارده حتى لا يبقى في ذمتي شيء. بعد الظهر راح، بعدين نقلوا لنا اتغدى ونام، وكانت تلك النومة النومة النهائية بعد ما قام منها، راحت بعافية الرواح يعني العشي. بالليل شوفه ما بيشي. وابتكرت بفجيعة، أول الصبح يجون يقولون مات وانتهى. ترغيبا وترهيبا وتخويفا وتحذيرا، فذمها رجال غداة الندامة، لعل المراد يوم الندم يذمونها رجال، وحمدها آخرون يوم القيامة. يقول الحمد لله اللي تمكننا أن نجتاز هذه الدنيا بسلام. ذكرتهم الدنيا فتذكروا، وحدثتهم فصدقوا، ووعظتهم فاتعظوا. احنا امامنا هذه الايام المعدودة، ايش قد ماضي من عمرنا؟ اللي عمره الان 30 عام ايش قد يعيش؟ 90 عام، يعني ثلث عمره منتهي اذا يعيش 90 عام، ثلث العمر. اجيتوا الى مشهد 3 ايام، يوم انقضى بعد يوميا لم ينقضي. احنا عندنا هذه الايام، كل ما نتمكن يجب ان نعمل في هذه الايام. كان هنالك ملك من الملوك، في يوم من الايام كان في قصره مع وزرائه و خدم، وإذا به تبلوه ضوضاء جلبة خارج القصر. قال شنو القضية؟ أو تطلع أشرف حتى يشوف شنو. شاف فقير درويش
يريد أن يدخل والحجاب يمنعونه. يقول ليش تمنعوني؟ هذا مو خان؟ خان مثل الفنادق الآن قديما، خانات، هذا مو خان، ليش ما تخلوني؟ فغضب الملك وقال جيبوا هذا الفقير درويش. وعندما مثل أمامه قال له ماذا كنت تريد؟ قال كنت أريد أن أدخل هذا المكان شوية أرتاح فترة وأنطلق أروح على شغل. قال له ولماذا قلت إنه خان فندق؟ قال هذا القصر لمن كان؟ قال كان لأبي. قال وقبل ذلك؟ قال كان لجدي. قال وبعدك لمن يكون؟ قال لولدي. قال وهل الخان إلا هذا؟ الخان شنو؟ واحد يجي ثم يذهب، يجي مكانه واحد ثاني. هاي الكلمة أثرت في إبراهيم ابن أدهم الملك، شاف هذه الدنيا ما تسوى. وفي الليل، في ظلام الليل، خلع ثيابه ولبس الثياب البالية وفر إلى البرية، برية، إلى الصحراء، وأصبح من العباد المشهورين إبراهيم ابن أدهم. وقبره الآن مزار في سوريا، يزار على قبره هناك. فهذه أيام محدودة معدودة، ينبغي علينا ننتهزها لتعمير آخرتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وأن ينبهنا من نومة الغافلين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي.